احنا كعرب وكأردنيين ما زلنا محافظين ومتمسكين بعاداتنا وتقاليدنا وقيمنا العربية والأردنية، وهذا الاشي لمسناه خلال زيارتنا للوس أنجلوس وخلال لقائنا بكل العرب والأردنيين مع العديد من المغتربين اللي صار لهم أكثر من 20 و30 سنة بأمريكا. خليكم معنا ومع الفرح المستمر دائما في لوس أنجلوس مدينة الملائكة. المهرجان التاسع ليوم العرب الأمريكيين، حبينا نلتقي مع بعض الأردنيين وبعض العرب المتواجدين بهذا المهرجان. يسعد صباحكم. بأمريكا 30 سنة، أنا من البحيرة. إحنا العرب بنحب نتوحد مع بعض، وبنحب العرب كلنا نشوف بعض هنا، لأنه تعرفي بالبلاد الغربة، بس أنا زهر تعبان كثير. ببلاد الغربة إحنا ودائما بنحب العرب نكون مع بعض، إسلام ومسيحيين ما عندناش أي تفرقة من مرة، لأنها هاي البلد وحدتنا 100% مع بعض. لمين بتحبي تبعتي تحياتك للكاميرا؟ أول شخص بتشتاقي له بالأردن مين؟ أول واحد أبويا، هذا حبيب قلبي بقدرش أستغني عنه. أنا صار لي 30 سنة بطلع دائما، بس أنا الأردن روحي وراح أطلع وأبني بالفحيص. أوكي، وأنا بدي أغني أغنية لأبو حسين. هيك المطل أشوف وقاصر عبد الله كل مطل أشوف والنشمة تحوف وعمدان صنوبر والنشمة تحوف ولا تقول نسيتك يا بي عبد الله لا تقول نسيت هي واول ما طريتك وانت المبدا واول ما طريت وما شايفه يا الحين مرضى اللي تحوف وما شايفه يا الحين ولا شاني مر يا زين مر يا خي حمزه يا نمر يا زين الاردن برواحنا احنا مغتربين وقد ما بدنا نكون مغتربين دائما احنا الاردن بروحنا وجسمنا ولا يمكن نستغني عنها يوم من الايام مو غاليه علينا تسلمي تسلمي بحب الاردن كثير وبالذات الفحيص 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 يا ديرة هالي الفحيص صباحكم ويت ويت وزي ما احنا شايفين وسامعين كل الاغاني الحلوه مجتمعه كلها بكل لغات العالم وكل العرب اليوم مجتمعين مبسوطين وخصوصا نحن كمان فرحتنا لا توصف لانه نحن موجودين بالدفء الاردني وبيسعدنا اليوم يكون معنا احد النشامه الاردنيين فارس هلال حداد من مؤسسين الجمعيه الاردنيه الامريكيه لجنوب كاليفورنيا واللي حابين اليوم نرحب فيه ونقول له يسعد صباحك صباح الخير اهلين أستاذ فارس أول شيء منهنيكم بهذا الاحتفال الحلو اللي جمعت فيه مش بس الأردنيين جمعت فيه كل العرب الموجودين بجنوب كاليفورنيا شكرا جزيلا أخت لانا إحنا بنشكر تلفزيون الأردني
وبرنامج يسعد صباحك، لانكم حضرتوا لامريكا لجنوب كاليفورنيا حتى تشاركونا الفرحه، فرحه الاردنيين جميعا. هذه الجمعيه الاردنيه التي تاسست منذ 14 عاما دائما تقوم بنشاطات اجتماعيه بتجمع الاردنيين زي ما انت شفتي كلهم في بيت واحد. فاهلا وسهلا بكم، كما انه بنحب نشكر الاخت راويه حداد اللي عملت كل الاتصالات لحتى احنا نحتضي بكم في لوس انجلوس. شكرا. استاذ فارس، خلينا ناخذ فكره عن الجمعيه واهدافها، النشاطات اللي بتقوموا فيها، لانه هذا المهرجان للسنه التاسعه على التوالي بكل نجاح عم بتم، يعني عم تستقطبوا اكثر من 30,000 عربي واردني موجودين بجنوب كاليفورنيا، خبرنا عن الجمعيه. نعم، بالنسبه للجمعيه دائما هذه الجمعيه تاسست على مبادئ المحبه، وهي جمعيه اجتماعيه بالاول والاخير، بتجمع العائلات مع بعض للتعارف. وهذه الخيمة الهاشمية التي دائما ننصبها في مهرجان يوم العرب الأمريكيين وعلى 9 سنوات متتالية، والجمعية دائما تشارك في صب القهوة العربية رمز الضيافة العربية، ودائما نقوم بنشاطات اجتماعية على صعيد اجتماعية حرفا. تحياتنا للجميع الاردنيين بالوطن الام، وبنقول لهم اهلا وسهلا فيكم في لوس انجلوس مدينه الملائكه، وان شاء الله بيجوا بشوفوا بقابلونا وبنحب نتعرف نقابلهم. طب انت لانكم شرفتونا واحنا مبسوطين كثير بوجودكم معنا في لوس انجلوس. يسعد صباحك في لوس انجلوس في احتفالات يوم العرب الامريكيين، تتابع هذا الاحتفال الجمعيه الاردنيه الامريكيه لجنوب كاليفورنيا، حابين نلتقي مع بعض العرب الاردنيين المتواجدين هون. فيكتوريا قديش مبسوطين لانه متواجدين معاكم اليوم، يعني بالفعل صرنا 25 ساعة سفر، بس لما التقينا معاكم ما حسينا بالتعب ابدا، ولسه مستعدين نشتغل مش بس اليوم، نشتغل بكره وبعده حتى نوصلكم وين ما كنتوا. بكل جمالياته الاستاذ مانو. للي بتخدم الأردن من كل قلبها الست راوية حداد.